السماوية والأرضية القصر الرؤيا على عمر، ولكنه أصبح الرؤيا بمذكرة تعتبر احترازا. فقال له يا عمر: لما علمت بأنها زوجتك وليت وجهي عنها ولم أنظر إليها خشية أن تغار مني يا عمر. فقال له عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ ترى يا قذافي، أيبني الله لعمر قصرا في الجنة وهو يعلم أنه مستأثر ظالم، وهو يعلم أنه مستبد؟ إن الله ما كره شيئا قدر ما كره الظلم. إن الله صبر على فرعون صبرا جميلا، قال: أنا ربكم الأعلى فصبر عليه. وقال: ما علمت لكم من إله غيري فصبر علي، ولكنه عندما علا في الأرض وجعل لها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، لما ظلم العبادة قال له الله: قف كما كنت. قال رب العباد: أنا ربكم ولن اسمح لك ان تمد يدك اليهم، الخلق عيال الله. ومن هنا قال الله: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. وكان القياس يقتضي اذا خفت عليه فضعيه في حجرة داخل حجرة وأغلق الباب عليه، أما ألقيه في اليم فهذا أمر عجيب. إلى أين يا رب يذهب؟ إلى إحدى المستشفيات؟ إلى إحدى المصحات؟ إلى إحدى المؤسسات؟ لا، يأخذه عدو لي وعدو له. وعدت معي يجعل من فرعون عدوين اثنين، وفرعون شخص واحد، عدو لي لله وعدو له لموسى. ومع ذلك: ولا تخافي ولا تحزني. كل هذا لانه ظلم العباد، لا لانه ادعى الالوهيه او قال انا ربكم الاعلى. كل هذا عند الله هراء لا قيمه له. اما الذي لا يسكت الله عنه ابدا فهو الظلم، فهو الظلم. اني حرمت الظلم على نفسي، على نفسي، وجعلته محرما بينكم فلا تظالم الظلم. أترى أن الله سيبني لعمر قصرا في الجنة وهو مستريح؟ إن الله حاكم عادل، حاكم عادل. عمر الذي قال له الرسول: لم أرض أن أنظر إلى زوجتك خشية أن تغار مني يا عمر، خشية أن تغار مني يا عمر. ويقول عمر لأم اليتامى: إذا كان الصباح فأتي إلى عمر فإنني سأوصيه بك خيرا. وجاء الصباح وذهبت إلى دار الحكومة العمرية، فوجدت رجلا جالسا وعن يمينه علي بن ابي طالب وعن يمينه الاخرى عبد الله بن مسعود، وكلا الرجلين يقول له: يا امير المؤمنين. ونظرت اليه فوجدته نفس الذي كان يطبخ لايتامها بالامس، وكأنها نزلت عليها فاقرة تقتل
عن هذا؟ ومن هذان؟ أمير المؤمنين، وأنا الذي قلت له بأمر الله الله في عمر، وقلت له أولي أمرنا ورحل عنا ماذا أفعل؟ ورأى عمر بحكمه الدقيق المرهق، وكان عمر رجلا لماح الذكاء عبقري الفؤاد نافذ البصيرة عميق الفهم، نظر إلي وقال لها: لا بأس عليك يا أمة الله، أتدرين لماذا دعوتك إلى هنا؟ بكم تبيعين المظلمة التي ظلمتك إياها؟ وأخذت المرأة حياء، أخذها حياء ولبسها ثوب شميك من ثياب الخجل، وقالت: العفو يا أمير المؤمنين. فقال لها: والله لا أسمح لك بالخروج حتى أشتري منك المظلمة من مالي، من مالي أنا، بكم تبيعي لها؟ اشتراها عمر ب600 من هنالك من لبنان.